الدكتور خالد عبد العاطي مخرج المباراة نحييه ونفهم منه ليه ما عادش اللقطة، لأن خالد عبد العاطي من المخرجين الممتازين، خليك معايا يا أحمد، من المخرجين الممتازين والمتميزين، وأنا بأثني على إخراجه للمباراة النهاردة، ولكن خلينا نشوف ليه ما عادش اللقطة اللي هي بتاعت العريبي مع رامي ربيعة، عشان انتوا بس بتسألوا، يعني انتوا تأمروا يعني. عايز اقول على حاجه، ان الدكتور خالد عبد العاطي النهارده اخرج المباراه بشكل رائع، فلازم احييه واحييه جدا، واقول ان دايما مخرجينا بخير، واحنا بنراهن على الدكتور خالد عبد العاطي وعلى كل مخرجينا الافاضل ابناء مسبيرو المحترمين. فمش عايز بس يا جماعه نصيد في الماء العكر، ما عادش اللقطه، عاد اللقطه، مش عارف ايه، ونعمل افلام من لا شيء. خلينا نجيب الدكتور خالد عبد العاطي على التليفون الاول، نبارك له ونقول له مبروك تألقك واخراج المباراه وخروجها بالشكل اللائق، ونقول له احنا اسفين ان احنا اتصلنا بيك متاخر يا دكتور. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الناصر حبيبي. يعني حضرتك ودايما منور السعوديه ومنور القاهره ومنور كل مكان حبيبي. ربنا يخليك، يعني الالاف معنا في لايف المساء بيمسوا عليك، والكل بيشكرك، الاخراج اكثر من رائع، ودايما وابدا نفخر بيكم، وبنقول باقل الامكانيات رافعين راسنا، ودايما بنقول القصور في الامكانيات وليس في الموارد البشريه، لان ابناء مسبيرو هم الذين يتالقون في كل الوطن العربي. ربنا يخليك يا رب، ودي حقيقه، وحضرتك كنت واحد مننا واشتغلنا معاك واشتغلت معانا وشفت الدنيا ماشيه ازاي، والحمد لله ومسبيرو في تقدم، وان شاء الله يكون افضل وافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. الناس بتتكلم عن عدم لقطه عدم اعاده لقطه العريبي اللي هي مع رامي ربيعه، واللي اتكلم عليها جريد وقال انها ضربه جزاء، والاعلام التونسي اتهمك بانك انت تعمدت عدم اعادتها. دكتور خالد، بص يا استاذ عبد الناصر، اتفضل. اولا انا بمسي على الساده المشاهدين بتاع الخاص ببرنامج حضرتك وكل متابعينك، بقول لهم مساء الخير او صباح الخير. ثانيا حضرتك، انا الحمد لله المعنية تحكم الواحد ان هو يعيد كل لقطة موجودة على ارض الملعب. حضرتك اللقطة اللي بيتكلموا عليها، وخاصة مش عارف اقول ايه، بس هقول لك يعني نبعد موضوع انتماء الاهلي زمالك الاخوة بتوع النجم في تونس، مفيش لقطة في المباراة الا وتم اعادتها. صح، لقطة الاحتكاك اللي حصلت لقطة احتكاك عادية بنتفرج عليها في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، والحكم جري انظر اللاعب نظر لاعتراضه، انظر العريب اداله انذار. برافو عليك، اشكرك على الملاحظة دي، اداله انذار عشان اعترض على الكورة. برافو عليك. لو ما كانش الحكم اداله انذار واعترض، كان تعتبر حضرتك ممكن يكون فيها شك ضرب الجزاء، فيتم عادتها على الفور. ولكن الفور هنا زي ما حضرتك عارفين ان في اخر 5 دقايق الماتش كان سريع، واللايف عندي اهم من ان انا اعيد، ممكن في لحظه يجي جون سواء هنا ولا هنا. برافو عليك، برافو عليك. فانا هضيع جون عشان اعاده الحكم انظر اللاعب بسوء سلوكه عشان نتيجة احتكاك بينه وما بين اللاعب، طب انا جبت كهربا وهو داخل بشكل مش كويس في الفترة في الانذار الاول، وجبت كهربا في الفول الثاني اللي اعترض عليه جريده. على فكرة انا اقول لحضرتك على حاجة عشان السادة المشاهدين تربط الحدث، لان اللي موجود في الاستاد غير اللي بيتفرج على التلفزيون. صح، لقطة المدير الفني للنجم كانت على اعتراض على تدخل كهربا بشكل مسيء يمكن حصوله على انذار، فبالتالي لو خد انذار كهربا هيتم طرده. فانفعل جريده على الحكم الرابع كلم عن طريق التلفزيون، كلم الحكم فجي انذره. انما ما حدش يربط ما بين اعتراض جريده على الاحتكاك اللي موجود، والا ما كانش الاحتكاك كان تم ان اللاعب التونسي خد انذار.
عايز اقول لك على حاجه كمان يا دكتور، تأييدا ليك وليس دفاعا عن موقف، وهذه شهاده امام الله نفس ساعه فجر. دائما وابدا المخرج المتمكن من ادواته يتفاعل مع الحكم ويعيد اللقطات المهمه المثيره للجدل. من وجهة نظره ومن خبرات السنين، لما بيلاقي اللقطة في الملعب غير مثيرة للجدل وحسمها حكم المباراة، دائما ما بيرجعش ليها ايا كانت الامور. فدي وده فعلا شغلي انا بعمل كده، والدليل على كده ان في فاول خاص بمروان محسن هي الجنب اللي عمله وعمل انطرة للاعب التونسي، مع ان اي حد لو شافها يقول لك ايه ده الفاول عكسي. صح، الاهلي مش على الاهلي، عدتها بالكاميرا السوبر سلو موشن وعدتها بالكاميرا المساعده على فكره، ولما عدتها دي فاول لمروان محسن بالظبط. ولما عدت كوره كهربا دخلتنا في حزب ضربات الجزاء بنسبه لا تقل عن 60%. بالظبط، وفي نفس الوقت كهربا كان من ممكن يستحق الطرد، عشان كده صح فعل جريده. انما دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي حتى الساده المشاهدين او اللي بيتابعوا حضرتك، ان انا عندي خمس دقائق لان الكوره كانت سريعه، الاحتكاك كان قوي، الحكم كان مسيطر على الملعب بشكل كويس جدا، وبالتالي انا ما كنتش قادر. انا حتى الجون عدته على فترات، انا ما عدتش عايد من جون من الثمان كاميرات او تسع كاميرات اللي موجودين معايا. كنت بتستغل وقت التوقف وتعيد بزاويه او من زاويه اخرى. بالظبط. بالتالي انا كل المشاهدين، انا نقلت ماتشات الاهلي، نقلت ماتشات الزمالك، نقلت ماتشات منتخب مصر، فلما بقعد على الديسك هقعد حياتي، انا راجل مهني، اللي بيظهر اللي بيحصل في الملعب بيتعاد وبيتجاب مرة واثنين، وخاصة في اللقطات اللي حضرتك قلتها مثيرة للجدل. صح. أما طالما إن الحكم حسن، أنا طبعا مش حكم، أنا راجل ناقل للحدث، الحكم إدى اللاعب إنذار نتيجة الاحتكاك كل منهما في الآخر، وبعدين اعترض اللاعب على الحكم فتوجه له بالإنذار، فأصبح هنا الحكم بيقول لي كمل شغلك كمل شغلك. فبالتالي وبعديها جت اللقطه الثانيه اللي هي لقطه محمد الشناوي لما وقع على ضغط. انا صح. هنا يعني لو بعيد الكره بتاعت الشناوي ممكن تتجت، لا ما اقدرش اتحقق. انت خلي بالك، المذيع في اللايف بسببك اتاسف للشناوي، لأنه هو قال لك الشناوي بيتدلع الكورة، لما انت عدتها من كذا زاوية والشناوي كان هيتغير قال له بعتذر ليك يا شناوي وانا آسف. وانا بقول لحضرتك يعني اللي بيقعد في الملعب يا أستاذ ناصر غير اللي بيقعد قدام الشاشة، الملعب يعني معناه انت بتربط الأحداث كلها ببعض، والمخرج هنا بيقدم عمل درامي صح لكل الأحداث اللي موجودة داخل الملعب، مش بمزاجه. صح يا جماعه، عايزين نص ما بين اهلاوي وزملكاوي واتحاداوي واسماعيلاوي، احنا بنفصل هنا في راي الحكم والملعب. الحكم لما بيبقى مخطئ بعيد مره واثنين وثلاثه من زوايا مختلفه عشان نقول ان الحكم اخطا، الحكم لما بيكون صارم ومن اول دقيقه بيدي كل ذي حق حقه، احنا بنتبع الحكم وماشي معاه في كل لحظه في كل. طب ما كان في فاولات في نص الملعب، في بعض الفوائد انا ما كنتش بعيدها. صح. انها مش مثيره. اعيد يبقى انا اشتغل الماتش كله عادات. صح. عموما يا دكتور خالد انا بهنيك، وكل الرسائل الاستاذ احمد ابو سعد بيقول لك مخرج محترم وبحييك، وزدت في نظر الناس في مداخلتك. ابراهيم سمير منور الدنيا محترم، بهنيك يا دكتور خالد. كل الناس بصراحه يعني بتبعت لك تحيات يا دكتور خالد، وانت من الناس المحترمين جدا، ونشهد لك بالكفاءه، ومن الناس اللي بنعلق عليهم. محمد مهدي بيقول لك مخرج صادق ومحترم، يعني الناس تفاعلت معاك، واحنا دورنا ان احنا نوضح الامور. بشكرك، ومن نجاح لنجاح دايما يا دكتور خالد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لاصدقائك المحترمين. ربنا يخليك يا دكتور. تحياتي لكل واحد بيتابع حضرتك بصدق واخلاص،
تحياتي لكم جميعا والتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور خالد عبد العاطي، كبير مخرجينا في التلفزيون المصري واحد مخرجينا الموهوبين المحترمين الذين نشهد لهم بالكفاءه والاحترام، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وانا شايف انها الكره عاديه خالص وما فيهاش ما يستدعي ان احنا نتكلم فيها اكتر من اللازم، ولا ينفع ان نعلق على الاستاذ هاني حتحوت الناس اللي طالبه مني ان نعلق. كل واحد بيأدي دوره بمهنيه كما يراه وبالشكل الذي يحترم فيه مهنته من خلال ضميره.